الحلوى التوست الشهيرة أو اللي هي أساساً أصلها فرنسي شوية، هنحتاج فيه إيه؟ هنحتاج في اللي إحنا هنعمله ده، هنحتاج فيه توست، توست أبيض يبقى طري معانا جداً يبقى فريش، عصير برتقال، بيض، فانيليا، عسل، زبدة، قرفة، وبراون شوجر أو سكر بني. أول حاجة خلوني أعملها، أنا هحط الزبدة، خلي الزبدة تسيح وناخد التوست بتاعنا. هاخد الجناب بتاعة التوست وأقوم شايلاها أو الحواف بتاعته وأشيلها بس بالراحة. أنا هنا هوطي، أنا عايزة الزبدة تغمق معايا حاجة بسيطة، مش تتحرق، تغمق معايا، لأن أنا عايزة التست بتاع الغمقان بتاعها. في الفترة دي أنا كده كده محضرة التوست بتاعي موجود. هاخد بقى البيض، مقاديره بالظبط هتلاقوه عندكم على الشاشة، والفانيليا، وقرصة ملح، يعني ها قرصة، يعني زي ما انتم شايفين اهي قرصة بسيطة جدا. وهاخد هنا قرصة فانيليا، هضرب الحاجات دي مع بعضها. في الفرنش توست في اللي بيزود عليها كمان اللبن، يعني في اللي بيحط لبن على البيض. انا مش هحط لبن لسبب واحد بس، اني اوكي الزبده بتاعتي اهي، يعني البراون بتاعها بيبقى بالشكل ده، الغمقان بتاعها بيبقى بالشكل ده. انا دلوقتي محضره البيض، خلي لي دول اخر حاجه. هاخد التوست بتاعي هحطه في البرتقال في الأورنج، وهشيله على طول في البيض. معلش سامحوني أنا بستعمل إيدي، وهسند بالتوست التاني. هاخد في الأورنج بس بسرعة، عشان لو فضلنا إحنا كده شايلين الحواف بتاعه، مفيش حاجة تحمي التوست من إنه يتقطع معانا، ونحطه بالشكل ده. خليني هناخد، قلنا هناخد آيس كريم، وهاخد السكر البني بتاعي اهو، والقرفة اللي أنا عاملاها، هخلطهم ببعض. بس قبل ما أخلطهم خلينا نقلب التوست بتاعنا بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا، ريحه القرفه والاورنج. بس اهم حاجه لو هنعمل اورنج فريش نصفيه، نصفيه تماما، ما يبقاش فيه خالص البذور بتاعته او الورق اللي بيبقى جواه ده ما نلاقيهوش فيه. انا هخلط هنا، هحضر البراون شوجر مع القرفه، وهستنى كل اللي عليا اني استنى التوست بتاعي انه يجهز. هقعد كل شوية اضغط عليه بسيط، انا عايزاه طري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس هستناه ياخد له اللون الذهبي من ناحيتين اكزاكتمو. ده اللي انا عايزاه، المنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي انا بستناه. خليني اخد دي بالراحة ونشيلها عشان طرية جدا، هننزلها بالشكل ده من ناحيتين، ونقوم حاطينها في الطبق. نفس العملية هنكررها لكل التوست بتاعنا بالشكل ده، وهحطهم خلف خلاف زي ما بنقول بالشكل ده اهو، ونفس الموضوع. لازم نعمل الحركة دي، ان دي بتخلي الطعم روعة، روعة بمعنى روعة، يعني بيبقى طعمه حلو جدا. هناخد دلوقتي، يعني اللي فضل لنا حاجات بسيطة جدا، هاخد الأورنج وهنزله، هي معلقة بس، هحاول بالراحة بالشكل ده، خليه هنا. ناخد معلقة تانية للعسل،
بالشكل ده. هنزل عليه عسل مش قليل، مش هيبقى قليل. هناخد الايس كريم بتاعنا بالشكل ده. لازم نقدم معاه ايس كريم فانيليا، لازم اساسي. ونقوم حاطين عليه كمان، ثواني اهو، عسل بسيط خالص، ونزينه بشوية. خلينا ناخد بندق، ناخد بندق، نزينه بشوية بندق.